إحساسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. يا رب يا واقصده دوما تجد في بابه فرجا واقصده دوما تجد في بابه فرجا والخير في ساحة والخير في ساحه والعفو ممدود هل تسأل الناس هل تسأل الناس تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا وكل شيء إلى الرحمن مردود هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا وكل شيء إلى الرحمن مردود يا راجي الخلق في خوف وفي أمل يا راجي الخلق يا راجي الخلق في خوف وفي أمل
لا تسأل العبد يا نومان مكرمة، لا تسأل العبد يا نومان مكرمة، من يبتغي الفضل عند العبد مصدود. باب الكريم لمن ناداه منفتح. باب الكريم، باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب فارجع لمولاك، فارجع لمولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إن كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة
يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه بالدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب هب لي من الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. اللهم أصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نسألك العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية وحسن الختام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب العالمين، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم لك أنفه. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الدقائق المعدودة، نسألك اللهم أن توفق أولادنا وتحفظ أولادنا. اللهم اجعل أولادنا راضين مرضيين،
اللهم وفق أولادنا لطاعتك، اللهم أبعد أولادنا عن معصيتك، اللهم تول أولادنا بعنايتك وحفظك وكرمك. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، إنا رضينا عن أولادنا فارضى عنهم. اللهم إنا قد رضينا عن أولادنا فارضى عنهم. اللهم إنا قد رضينا عن أولادنا فارضى عنهم. يا رب ارض عن أولادنا، وفقهم واجعلهم من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟
فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.